فيها. ده كان شيء مهم لازم نتكلم ونوضحه لحضراتكم في البداية. بالتالي خلينا نتكلم على أهم أخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي يستأنف النهاردة تدريباته في استاد مختار التتش. في خلال هذه اللحظات وأنا بتكلم مع حضراتكم تدريبات النادي الأهلي أو أولى تدريبات النادي الأهلي عقب العودة منين؟ من أسبانيا بعد معسكر كان جيد جدا وناجح وفي أو تخلله ثلاث مباريات ودية بالنسبة للفريق، واستعد من خلالهم النادي الأهلي للمرحلة الهامة جدا المقبلة. وبكرة إن شاء الله هيكون في مباراة ودية أخيرة للنادي الأهلي قبل مباراة المقاولين الرسمية في بطولة الدوري وقبل الأخيرة في هذه البطولة، واللي هتكون يوم 24. المباراة بكرة إن شاء الله مباراة ودية بالنسبة للنادي الأهلي، هتكون في تمام الساعة 6 مساء في استاد مختار التتش بالجزيرة، وده استعدادا أو لتكملة الاستعداد بالتحديد لمباريات الدوري إن شاء الله بإذن الله. وكمان من ضمن الأخبار المهمة جدا، أليو ديانج ينضم لتدريبات الأهلي اليوم، هو أحدث صفقة بالنسبة للفريق. انضم النهاردة، هو وصل امبارح الأربعاء، وصل امبارح بالليل، النهارده كان في كشف طبي ليه الصبح وبعدين انضم للتدريبات مساء خلال هذه اللحظات. التدريبات المفروض ان هي ابتدت او هتبتدي خلال دقائق معدوده يعني. اكيد صفقه مهمه ولاعب مهم جدا أليو ديانج، وطبعا هو كان لاعب في نادي مولوديه الجزائر، وحصل النادي الاهلي على توقيع هذا اللاعب لمده 5 سنوات، ويكون اضافه في خط وسط النادي الاهلي. من ضمن كمان الاخبار المهمه، لاسارتي بيجتمع مع الجهاز المعاون قبل المران المسائي، وده اجتماع عشان يتم التنسيق للمرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بالتدريبات وفيما يتعلق بشكل الفريق خلال مباراتي المقاولون والزمالك، وده اجتماع بيبقى طبيعي جدا للاتفاق على بعض الأمور الخاصة بالتدريبات إن شاء الله، وكمان استعدادا لبرنامج الفريق خلال مباراتي المقاولون العرب والزمالك، برنامج الإعداد بالتحديد يعني. وهم زي ما احنا عارفين طبعا ماتشين حاسمين جدا جدا للنادي الاهلي، ان شاء الله من خلالهم تفوز ببطوله الدوري رقم 41 واغلى بطولات النادي الاهلي في بطولات الدوري بالتحديد، ان شاء الله يكونوا موفقين جدا. في المقابل مستر مارتين لاسارتي بيتسلم تقريرا عن اللاعبين المصابين، واحنا عارفين ان عندنا عدد من اللاعبين المصابين مش كتير الحمد لله، قال له يعني بعد فتره كبيره، كان السنه اللي فاتت او السنه الحاليه بالتحديد لسه ما خلصتش، كان في عدد كبير من الاصابات وظروف كانت خارجه على الاراده بشكل كبير، لكن دلوقتي الحمد لله قالوا المصابين بقى محمد محمود، سعد سمير، كريم نجد، وشريف اكرامي، رباعي بس، وانضم ليهم بس رمضان صبحي بعد ما اشتكى في العضله الضمه فمع نهايه المعسكر في اسبانيا، اشتكى من الام في العضله الضمه، فبالتالي يعني هم دول عدد المصابين، وبيتم طبعا متابعة حالتهم وإن شاء الله يكونوا جاهزين خلال الفترة اللي جاية. احنا عارفين إن مثلا محمد محمود عنده قطع في الرباط الصليبي، بيتم علاجه من هذه الإصابة الصعبة طبعا الخطيرة، وإن شاء الله يرجع أحسن من الأول. سعد سمير متواجد في ألمانيا زي ما قلت لحضراتكم امبارح، بيعمل بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية، وخصوصا إن سعد سمير كان عنده قطع جزء في الرباط الصليبي الخلفي وغضروف، يعني إصابة في الركبة. كريم نجد كان عنده الغضروف، شريف إكرامي كان عمل جراحة خاصة بذلك بعض العظام من الركبة، إن شاء الله قريبا جدا جدا يتم التحاقهم بتدريبات النادي الأهلي طبقا لبرنامج كل لاعب وطبقا لإصابة كل لاعب طبعا بكل تأكيد. من ضمن الأخبار كمان، أليخاندرو بيبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة لإعداد لاعبي الأهلي، وإحنا عارفين مرحلة الإعداد بالنسبة للنادي الأهلي ابتدت على أو من خلال 3 مراحل. المرحلة الأولى ابتدت يوم 22 من الشهر الماضي، والمرحلة دي كانت مرحلة تحضيرية بالنسبة للفريق في استاد مختار التتش. المرحلة الثانية كانت من خلال معسكر للنادي الأهلي في أسبانيا، ابتدى يوم 5 أو 6 من الشهر الحالي وانتهى خلاص أول أمس. المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الحالية واللي بتتمثل في الاستعداد للفترة المقبلة من خلال مباراتي المقاولون والزمالك إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية في بطولة الدوري، فبالتالي احنا دلوقتي في المرحلة الأخيرة طبقا للبرنامج اللي وضعه أليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. طيب من خلال برضو تصريحات لبعض اللاعبين بالتحديد فيما يتعلق بحمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي، واللي بقى له تقريبا 6 شهور بس في النادي، لكن هو في الحقيقة لاعب مميز ومبشر جدا جدا، وإن شاء الله يفضل أو يكون إضافة بشكل أكبر خلال المرحلة الجاية بالنسبة للنادي الأهلي. قال إيه؟ قال إن هناك صراع كبير، أو عفوا هناك إصرار كبير من الفريق لحصد لقب الدوري. إصرار طبيعي ومنطقي جدا، النادي الأهلي أي بطولة بيبقى موجود فيها طبيعي قوي يعني،
ان هو بيفكر ان هو يفوز باللقب، وخصوصا ان انت اقتربت ان شاء الله من حسم بطوله الدوري العام من خلال الماتشين اللي جايين. ان شاء الله باذن الله يكون في توفيق كبير بالنسبه للنادي الاهلي. بالتالي كمان حمدي فتحي تطرق لان الجهاز الفني مدرك جدا صعوبه المرحله الحاليه، واللاعبين كمان مدركين هذه المرحله ومدى اهميتها بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، واهميه الفوز ان شاء الله ببطوله الدوري واسعاد الجماهير. وكمان وصف حمدي فتحي لقاءه الاول باللاعبين وبيتكلم على طبعا لما انضم للتدريبات النادي الاهلي لاول مره وكلام من ده، قال ان هو كان شيء حلم بالنسبه له واتحقق، وقال ان ده جزء من احلامه لكن احلامه تكتمل ان شاء الله من خلال فوزه بالبطولات المختلفه مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. كمان تطرق لحسام عاشور وقال ان حسام عاشور هو بيحب جدا طريقه لعبه وادائه، وقال ان هو كان بيتفرج عليه في كاس العالم للانديه زمان وبيتمنى ان هو يكون بكم بطولات حسام عاشور مع النادي الاهلي. لعيب مهم جدا حمدي فتحي، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله اللي جايه عشان